السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي الطريق دوت وعايزه يطلع مثلا على الطريق الدائري بالشكل دوت، فخليني أرسم رود من هنا مثلا أهي، لي هنا لي هنا بالشكل دوت، تمام. طيب دلوقتي بقى عايز أبدأ أقول له وصل الطرق دي ببعض، فممكن أقول له أنا عايز الرامب كونكشن، أقول له دي مع دي، بدأ يحط لي الوصلة ديت، فأقول له رايت كليك عشان يقدر يوصلهم بالتوصيلة ديت. فيبقى عند الطريق اللي عايز يدخل من هنا ويكمل يخش شمال، واللي عايز يكمل طوالي يكمل طوالي. طيب وهنا برضو نفس الفكرة، رام كونكشن اهو، رام كونكشن ده مع ده، رايت كليك يبدأ يرسمهم لي بالشكل دوت. طبعا انت جيت هنا تقول له عايز بارل ولا تبرد بالشكل دوت، والراديوس بتاعتك هتبقى قد ايه، تقدر تحدد الاحتياجات بتاعتك. طبعا في طريقة برضو تانية للتوصيل، ممكن اجي هنا واقول له ده انا عايز رامب ديزاين، فبيجيب لي ديزاين اكتر من ديزاين موجود، تبدأ تختار اللي انت عايزه. مثلا في ريلوب مثلا، تختار من هنا وتختار من هنا، يبدأ يعمل لك اللوب بالشكل دوت مثلا، تمام. تقدر تغير المقاسات، تغير الخصائص اللي انت عايزها، تدوس كليك لو عجبك التصميم دوت. طبعا ده تصميم، ده من التصميمات كتير، تقدر تختار التصميم اللي انت عايزه وتختار الراديوس اللي انت عايزه. اعتقد ان انا كبرت الراديوس زيادة عن اللزوم، فاقدر اعمل سيلكت كده وتقدر تغير الخصائص اللي انت عايز تغيرها.